هالكلبة اسمها مي. يوم أنقذتها كانت عبارة عن هيكل عظمي، كانت وايد تعبانة، شعرها كان وايد متجعد. هي من فصيلة الهاسكي، طبعاً اللي عنده كلب هاسكي ما ننصحكم تحلقون شعرهم، لكن هاي وضعها كان مختلف. anyway فترة العناية فيها وايد تعلقت فيها، وكنت دوم أوديها المكتب وألعب معها. حبيت أراويكم كيف كنت ألعب معها، صراحة كانت خبلة وايد تفشلني. I love you, bye. تبي تاكل سباستيان؟